الله عز وجل إذا أعطاك العيون وشافك كل شوي تعصي فيها، وأعطاك السمع وكل شوي تعصي فيه، وأعطاك اللسان وكل شوي تعصي فيه، وأعطاك رجلين وكل شوي يشوفك تمشي بها الحرام وما يغضب على أرضه وتأكل من أرض رزقه، قال إيش سوي فيك؟ قالوا والحضور كلهم صوت واحد يأخذها منك. قال لا، قال إذا كان يحبك يأخذها، إذا ما يحبك يخليها معك يأخذها، إذا كان ما يحبك قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون.